السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من مكان جديد ومن موقع آخر من مدينة أجادير. مدينة أجادير اللي شفنا فيها وما زال بنشوف، وبدعوة أخرى من مدير حديقة التماسيح بمدينة أجادير، جينا النهاردة عشان نحضر ونصور لكم هذا المشهد الخرافي وهذه الحديقة التي لا توجد في المغرب كامل مثلها، حديقة التماسيح والتي تضم العديد من الزواحف والحيوانات. وإن شاء الله هنتعرف مع بعض النهاردة على هذه الحديقة، واللي بننصح كل الناس مغاربة أو أجانب بزيارتها، ونضم صوتنا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في برنامج مرحبا لكل المغاربة، مغاربة المهجر واللي موجودين في كل دول العالم عشان يجوا يزوروا بلادهم الأم. ونوجه الرسالة أيضا لجميع الدول المشرق والدول العربية والأوروبية، يا جماعة المغرب حاجة خيال بجد، الطبيعة الساحرة والوجوه المتبسمة والقلوب النقية تجتمع على أرض. طبعا معانا محمد مدير الحديقة والمسؤول، واللي هياخدنا في جولة هنشوف مع بعض جمال هذه الحديقة والتقنيات بتاعتها وإيه الحيوانات اللي موجودة، وهيدينا معلومات إن شاء الله مش هيبخل علينا بأي حاجة زي ما هم وجهولنا الدعوة واستضافونا. احنا بنقولهم ألف شكر وبنشكرهم، وإن شاء الله استمتعوا معنا بهذا الفيديو الجميل. رائع الله. هذا مدرج ثقافي يحكي عن تاريخ هذه الحديقة. إذا في تفاهم بينهم يعني خلاص، أنت كنت واحدة سب واحدة. أنا ما فيش إيجابية في الحركة بشكل عجيب. جميع الظروف الملائمه للحيوانات ماشي غير التماسيح، يعني الحيوانات اللي كاينين هنايا يعني باش يعيشوا فيها بحال الوسط ديالهم الطبيعي ديالهم، من ناحيه الحراره اذا كانت هابطه يعني كيقادوها، اذا كانت طالعه عاوتاني كيهبطوها. يروح
وخرجنا الحمد لله. لا ولكن متعه بالنسبه للطفل يكون متعه طبعا. اه طبعا احنا والله وفي ملاهي هنا هذا الخيرزان يا استاذ محمد. اه نفس القصه كده. اه يعني في حفريات في حاجات تحت اسنادي ولا ايه؟ لا الامونايت. اه بيكتشف يعني في جله ويشوف ايه يعني الاطفال ايضا لهم دور كبير هنا ولهم مكان كبير هنا في الحديقه، نوع من الترفيه وايضا استخلاص الذكاء وامال العقل. وهو ايضا هو بيلعب جميل جدا بالفعل. منظر مرعب والله. يظهر في تفاهم بينهم يعني خلاص انت كنت واحده سيبني واحده. انا والله في انسيابيه في الحركه بشكل عجيب. طبعا ده كان نهاية الفيديو بتاعنا دلوقتي، وان شاء الله في ده جزء اول، في جزء تاني وتالت لهذه الحديقة، وهيكون في التليفون موجود في الديسكريبشن ديال الفيديو ديال هذا الفيديو، في رقم التليفون اللي حابب يستفسر عن اي استفسار مكان الحديقة بالتحديد واي شيء يستفسر عنه يقدر من خلال التليفون اللي هيكون موجود في الديسكريبشن. شكرا لكم، وانتظروا الجزء التاني من حديقة التماسيح بأجادير الجميلة.